الحلم في عالم بلا لاجئين، تركوا أوطانهم قهرا وقسرا أو مشردين وفقراء لا يملكون الحد الأدنى من سبل العيش الكريم، أو إنسان يعاني تمييزا سلبيا بسبب معتقده أو جنسه أو لونه. الحلم من أجل عالم بلا متطرفين يسعون للخراب والتدمير. الحلم من أجل عالم يتطور حضاريا ويتحاور ثقافيا ويتكامل اقتصاديا. مقاومة الإرهاب والتصدي للإرهاب حق من حقوق الإنسان. أونلاين من مصر ولخير مصر.